بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من هنا محافظة الغربية. مع اقتراب شهر الصوم شهر رمضان الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. من هنا من ورشة تصنيع فانوس رمضان من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تحديدا من ميت حبيش. يعني هنشوف مراحل وخطوات تصنيع الفانوس مع ام كريم وابو كريم. منورانا ام كريم، الله يخليك. اشرحي لنا كده انت بتعملي ايه. انا بفصل الفانوس. المرحلة اللي عندي دي اسمها التفصيل. بيجي لي الصفيح كده على طوله وعلى عرضه. وفصل، باخد المقاس حسب العدد بقى اللي احنا هنشتغل، بيجي لي حسب العدد اللي احنا هنشتغل. انا كده خلاص خدت المقاس اهو، الكميه اللي انا هشتغل، ولو فيها عرض برفعه. انا حوالي 11-12 سنة. 11-12 سنة؟ اه. اتعلمتيها ازاي بقى؟ اتعلمتها من جوزي، من ابو كريم. ما شاء الله. لان هو عنده ورشة اصلا بتاعت والده هو واخواته. فانا اول ما اشتغلت معاهم، هما كان جوزي معاهم. اول ما اشتغلت معاهم اطبع الازاز. يعني انت بتبداي المرحله الاولى. انا مراحل كتير عندي. يعني انا بعمل مراحل كتير. بعمل لما انا كده بفصل، لما خدت المقاس وعملته على قده اهو، دي عملتها فصلتها على قده اهو. تمام. ماشي. بعد كده لو عايز يدهن بيروح على الدهان. عندكم هنا الدهان؟ هنا كل حاجه، ما بنعملش حاجه بره. تمام. طبع الازاز عندنا هنا، كل حاجه للفانوس عندنا هنا، والحمد لله انا وجوزي كل حاجه في الفانوس بنعملها. تمام. لان في ورش بتطبع بره، احنا بنطبع عندنا، اللي هو طبع الازاز ده، اللي هو ده دي برده مرحله من مراحل الفانوس. لوح الازاز بيخش على حوالي 3 4 تلوان يدخلين في بعض. تمام. كريم ليك يا مريم. ماشي. طبعا معانا انا هنبعد بس المايك عن النار. كل سنه حضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه حضرتك. اشرح لنا بقى او هنتعرف بيك الاول. انا محمد محروس ابو كريم. محمد محروس ابو كريم، بقالك كام سنه؟ بقالي حوالي بتاع 30 سنه. 30 سنه. اتعلمتها من مين؟ من والدي هو اللي علمها لي. والدك اللي علمها. طيب انت بتشتغل فيها طبعا موسمي ولا شغل؟ لا، هي شغلتي طول السنه. طول السنه شغال في الفانوس. بس طبعا بيتعمل من اول السنه، بنشتغل من اول السنه عشان التخزين، لان الفانوس بياخد مراحل كتير. انت بتخزن؟ بنخزن من اول السنه، احنا بنشتغل من بعد العيد الصغير على طول. ليه؟ على طول من بعد رمضان بنبدا شغل الفوانيس على طول. نبدا شغل الفوانيس على طول. يعني كلمنا كده عن المرحله، وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ هي دي بعد التفصيل بيجي لي الفانوس، دي اسمها القبه، بتركب في بعضها كده وبتتلحم، دي حاجه اسمها اللحام. دي اسمها اللحام، دي اول مرحله في اللحام في الفانوس. أول مرحلة. وبعدين بيركب طوق هنا اللي هو اللي زي ده. اللي هو ده اسمه الشمبر، بيركب هنا.
وبعدين بيجي بقى الايه الازاز ده اسمه الجدار ده اللي بيركب فيه الازاز مع الايه مع الازاز بعد ما بيتطبع طبعا الازاز بيتطبع عندي هنا هي ام كريم اللي بتطبع ثلاث اربع الوان في بعض ان شاء الله وبعدين دي حاجه مرحله اسمها تسنديق السندق اللي هي اللوح الازاز كده ودي اللوح الثاني اهو دي مرحله التسنديق وبعدين بيتجمع الست الواح في بعض كده ده اسمه التقفيص دي مرحله اسمها مرحله التقفيص التقفيص بيتجمع طبعا الست الواح ازاز في بعض ويتقفل القبه والكعب عشان يطلع الايه فانوس اللي زي ده بس ده ايه اسمه محجب وده اسمه شمامه ده مثلث من فوق وده مدور من فوق وعندي مرحله تانية اللي هو الفانوس العربي يعني في انواع من انواع في 15 20 نوع من الفانوس يعني الفوانيس فيها انواع كتير واحجام كتير كبير وصغير والشمع بتاع الاطفال والفانوس بتاع البلكونه ده اسمه فانوس عربي ده اسمه فانوس 30 عربي في منه اللي هو الساده لوحه شويه وفي منه مطبوع زي ده كده عليه رسومات تمام يعني الفانوس اللي كان انتشر في الاسواق مؤخرا من البلاستيك او الفوانيس الخشب اثرت على سوق اثرت علينا سنه واحده بس اول ما نزل اول ما نزل بس يعني الناس فرحت بيه عشان ايه كشكل جديد كسعره حنين شويه بس برضك ما اقتنعوش بيه لان هو الفانوس بتاع رمضان هو الفانوس الصفيح ده فانوسنا الاثري الفانوس الصفيح اللي شفناه اجدادنا واجداد اجدادنا تراث من زمن الزمن هي مصر معروفه بالفانوس الصفيح طيب ده بيشتغل كهرباء ولا كهرباء بيشتغل كهرباء يعني انت بتعمل اللي هو بيشتغل شمع ولا لا بيتعمل بتشتغل شمع هات فانوس شمع تدلاي نعمل فانوس اطفال برضه بيتحط فيه الشمع اكبر فانوس اشتغلته او عملته كان كم متر كان حاجه اسمها برج 40 اوريه لحضرتك دلوقتي هات الفانوس ال 40 ده اسمه فانوس دلايه تمام ده فانوس اطفال يتحط فيه شمعة ده شمعة بس يتحط فيه شمعة لسه بينطلب شغل الشمع بينطلب مطلوب ده اسمه دلايه ده اكبر فانوس انا اشتغلت فيه بس في مقاسات اكبر من كده بس ده اكبر مقاس انا اشتغلت فيه اسمه برج 40 برج 40 ده قد ايه ده حوالي بتاع متر ونص ده متر ونص يعني ممكن تشتغل في مقاسات اكبر يعني ممكن تشتغل لحد كم متر والله انا كنت عامل فانوس حوالي بتاع 2 متر ونص بس ما كنتش عامله في مصر كنت عامله في قطر 2 متر ونص 2 متر ونص يعني لو جالك 6 متر و7 متر اتعمل اللي هي الاطرام الصنايعي اللي بيشتغل في الفانوس ده يعرف يعمل الفانوس ده يعرف يعمل الفانوس ال 6 متر وال 7 متر واحنا الحمد لله صناعيه ومتربيين فيها ان شاء الله انا شايف المرحله دي اسمها ايه ده اسمه التسنديق الايه تسنديق ده اسمها مرحله التسنديق ده الفانوس اللي هو العربي الفانوس اللي هو العربي ده ده اللي هو الفانوس العربي ده اللي هو شغال فيه ده الازاز ده اسمه اسمه ازاز ملوش اسم معين لا ازاز ده ازاز وده ضلع ده اسمه ازاز وده الضلع بتاعه بيتقفل الاربع تجناب وبعد كده بيرجع يقفل الفانوس في بعضه دي مرحله اسمها مرحله السنديق يعني هو الفانوس بياخد مراحل كتير مش مرحله ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه بياخد مراحل كتير
شكر كنت معانا على منصة. معانا على منصة أبو كبير ميديا هنا في من هنا من محافظة الغربية وتحديدا من ميت حبيش مدينة طنطا. كنا معكم مشاهدينا الكرام من ورشة تصنيع فانوس رمضان مع قرب شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بخير. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.